الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا لنعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالتكاتف والتعاون نعبر هذه الأزمة الصعبة. في البداية نذكركم بطريقة التواصل ويانا عن طريق التليجرام ورقم الظاهر أسفل الشاشة اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم. رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة، بها إذا كان صور أو مقطع فيديو. لا نرد على الرسائل كتابة، فقط نقرأها وقت بث البرنامج، والرسائل التي تتأخر نعرضها بالحلقات القادمة، وأغلب الرسائل إحنا نحولها إذا كان هناك بها مقطع فيديو أو صور ضمن فقرة عيون المدينة، وأيضا إذا كان هناك تحتاج متابعة نرسلها إلى مراسلين. لا نهمل الرسائل، فقط يعني صبر، لأنه كثير من الرسائل توصل لنا بالحلقة الواحدة. أيضا للتواصل على الفيسبوك وصفحتنا الوحيدة والرسمية لأهل المدينة، أيضا ننشر بها الأخبار المحلية اليومية وتقارير واستطلاعات أهل المدينة، واللي يحب أيضا يشارك بها يعني يرسل ما يشاء إلى هذه الصفحة مثل ما قلنا اللي هي الرسمية لبرنامجنا. ايضا موقعنا على تويتر، وهذا هو اللي يحب يشارك ويانا ايضا من خلال ايضا موقعنا وصفحتنا الوحيده والرسميه للبرنامج. نشر الكهربائيه وساعات تجهيز الكهرباء الوطني في العديد من المدن العراقيه ليوم امس، واي مشكله تخص الكهرباء ايضا يا ريت يتم ارسالها الى مواقعنا حتى نعرضها للجهات المعنيه. نشر الجويه ودرجات الحراره المتوقعه ليوم غد في الكثير من المدن العراقية وأغلبها لكي نتمكن من معرفة درجات الحرارة. هذا أهم ما موجود عندنا في البرنامج، بالإضافة إلى استطلاعاتنا وتقاريرنا اللي اليوم راح نحكي بيها، وراح نبدي من فقرة أخبار أهل المدينة. اليوم أخبار كثيرة، ويعني إحنا دائما نحكي نقول موضوع التقشف، نتمنى أنه لا يمس الخطوط الحمراء. أكو أماكن من الصعب أنه إحنا نمشي عليها موضوع التقشف مثل المستشفيات والدوائر الصحية. خبرنا الأول من الناصرية، واليوم مشكلة كبيرة متشابكة حقيقة، أكثر من مشكلة في موضوع واحد. اليوم اعتصام مفتوح لموظفي صحة ذي قار بعد أن تم تخفيض رواتبهم إلى 90,000، ويعني نشوف حاليا هسه كيف اعتصام. طبعا الموضوع مو جديد، قبل فترة تم تقليص رواتبهم، تخفيضها إلى 90,000 الأجور اليومية. وفي وقتها اللي متابع للشأن الناصرية واللي متابع للشأن العراقي يعرف أنه قبل فترة وزيرة الصحة كانت قد زارت الناصرية وراحت إلى أحد المستشفيات، عندها فعالية هناك، وأصحاب الأجور اليومية تظاهروا هناك أمام، وصارت مشكلة كبيرة، وصار بها إطلاقات نارية، وصار بها اعتداء من قبل حماية الوزيرة، ووعدت الوزيرة بعد رجوعها أن تحل القضية، لكن يبدو أنه كل هذه الفترة ما قدرت تحل الموضوع، وموضوع التقشف شملهم للأسف، ووصلوا الأجور اليومية إلى 90,000. اليوم أيضا صارت مشكلة ثانية في مستشفى الإمام الحسين، أيضا راح نشوف إحنا يعني مثل ما قلنا هو الموضوع متشابك. بعد أنه هم خفضوا أجورهم، أكو عمال أجانب يعملون في تنظيف المستشفيات أو في هذه المستشفى بالذات، تم تسريحهم. يعني ايضا التقشف وصل الى هذه المرحله انه احنا تم تسريح العمال الاجانب ويرجعون الى بلدهم ويشوفونهم يعني عمل اخر. فاحنا عندنا هسه مشكلتين، عندنا احنا العمال الاجور اليوميه خفضنا اجورهم، وعمال الاجانب تم تسريحهم، والمستشفيات بقت على هذا الحال، ومن ضمنها مستشفى الامام الحسين مثل ما جاي نشوف حاليا تراكم النفايات بشكل كبير ومخيف حقيقة، وينظر بخطر كبير. هي مستشفياتنا أصلا تعاني الإهمال وتعاني تراكم النفايات وتعاني من انتشار الأوبئة والأمراض بداخلها، اللي يروح بمرض يطلع بأمراض. كيف حاليا مع تراكم النفايات بهذا الشكل اللي فعلا يعني خطر فعلا، أنه معناتها إحنا راح نواجه مشكلة كبيرة مع اعتصام المفتوح لعمال أو للأجور اليومية ولأصحاب الأجور اليومية، ومع تسريح العمال الأجانب. ولازم أكو حل لهذا الموضوع،
واكيد اكو تفاصيل. واحنا قلنا انه راح ينفتح باب وقد لا يغلق. احنا حتى نعرف تفاصيل اكثر ينضم لنا مراسل اهل المدينه في الناصريه مصطفى عادل حتى هو يحكي لنا بشكل اوفى عن هذه المشكله وشنو الحل وشنو موقف دائره الصحه، واذا كان هناك موقف من وزاره الصحه او موقف من مجلس المحافظه على الاقل يعني للملمه الموضوع لحل الموضوع باسرع ما يمكن. مرحبا مصطفى. مرحبا جدا، حياك الله. يعني هل هناك تفاصيل اخرى عن الموضوع؟ هل هناك تطورات في القضيه؟ طبعا موضوع الصحه يحتاج الى الابحار به، خاصه الصحه الذكار. بدايه من موضوع اليوم، موضوع المظاهره، حقيقه هاي المظاهره الرابعه لموظفي الاجر اليومي، منها مظاهره بحضور وزيره الصحه. المظاهره الرابعه اليوم بعد عدم تنفيذ مطالب الاجراء اليوميين، تحولت الى اعتصام مفتوح وبناء شرادق امام ديوان دائره الصحه بيقار. نعم. حقيقه مدير الصحه اليوم الدكتور سعد الماجد قابل المتظاهرين والقى باللوم على المحافظه ومجلس المحافظه بعدم التعاون معه للمطالبه بحقوق الاجراء اليوميين. طيب. من جانبهم الاجراء اليوميين اكدوا استمرارهم بالاعتصام لحين حل مشكلتهم. الاجراء اليوميين يقولون مشكلتنا خاصه بدائره الصحه ذيقار، كون القرار خاص بمحافظه ذيقار، التخفيض فقط في محافظه ذيقار ومن قبل دائره الصحه ذيقار بحجه التقشف. اما مشكله النفايات وتراكم النفايات، فبعد التظاهرات المستمره للاجراء اليوميين قرر مجلس محافظه ذيقار الاستغناء عن العماله الاجنبيه، فأصدر قرار بإلغاء العمالة الأجنبية لحين توفير يعني الأجراء اليوميين بعد مطالبات من المظاهرات، لأنه هناك تجريب للعمالة الأجنبية برواتب 300 دولار 400 دولار في حين الأجير العراقي 90,000. فسرحوا الأجراء الأجانب على أساس إعطاء المبالغ للأجراء العراقيين والتجريب العراقيين، لكن اللي حدث أنه الأجير العراقي بقى على 90,000 دينار شهرياً والأجير الأجنبي سره. بالنتيجه هنالك تراكم للنفايات في المستشفى، تلوث في بعض الاقسام خاصه قسم عمليات العيون اللي واضح بالصوره الان. نعم. طيب هاي صار الموضوع شقد يعني صار له فتره طويله؟ يعني التسريح هل هو كان اليوم؟ الاستغناء عن العمال الاجانب كان اليوم؟ لا لا، كان في المظاهره السابقه، المظاهره السابقه اللي كانت امام مجلس المحافظه بعدها قرر. طبعا بالمناسبه هناك استجواب لمدير الصحه الذيقار. نعم. تم تاجيله لوقتين، ومن المقرر ان يكون يوم غد هو استجواب لمدير دائره الصحه الذيقار من قبل مجلس المحافظه. نعم. وهذا هو اهم مطلب لموظفي الاجر اليومي. طيب هذا هو هذا الموضوع اللي احنا تابعناه في الاسبوع الماضي اللي هو لحد الان لم يتم استجواب مدير صحه الذيقار لحد الان هنا. نعم حتى اليوم لم يتم استجوابه. الاسبوع الاول كان تاجيل الجلسه من قبل نائب رئيس المجلس، والاسبوع الثاني كان تاجيل بحجه اجازه اللي اعترض عليها رئيس لجنه الصحه ونائب رئيس لجنه الصحه بانها اجازه غير قانونيه. اما يوم غد فسيكون الاستجواب، ولحد الان لم يكن هناك تاجيل للاستجواب. طيب باعتبار انه الاستغناء صار له اكثر، يعني كنت اتوقع انه اليوم او يعني ايام بسيطه، النفايات حاليا يعني صار لها شقد هي تتراكم في المستشفى؟ وهل فقط مستشفى الامام الحسين ام بقيه المستشفيات في المحافظه نفس الشكل نفس الوضع؟ نعم، بالنسبه للنفايات، مشكله النفايات مستمره في كل ليله، وحتى اللي واضحين بالصوره الان اللي جاينا بالصوره هم ليس موظفي الخدمه، وانما موظفو الاستعلامات اللي هم لاجل اليوم اللي صارت 90,000 دينار فقط. تطوعوا من ذاتهم لتنظيف المستشفى بالاضافه الى بعض الممرضين والكوادر الصحيه. طيب. تبرعوا شخصيا من تبر. نعم. طيب هاي في وحده المستشفيات زين، طيب بقيه المستشفيات؟ نعم. النفايات شلون باقيه بالمستشفيات؟ نعم. مستشفى سوق الشيوخ، بالنسبه لمستشفى سوق الشيوخ كان اكو شركه تنظيف، الان يعني تقريبا نصهم او اقل من النصف تم تسريحهم مع الشركه، والقسم الباقي اللي قال يوم اللي راتبهم 90,000 اغلبهم صار شهرين ما مستلمين الراتب. اذا هي يعني حاليا هو من الجهه الرئيسيه يعني اللي نحكي وياها؟ هي مجلس المحافظه ام دائره الصحه في ذيقار ام وزاره الصحه؟ من هو المسؤول المباشر حسب علمك؟
للقضية؟ طبعا المسؤول المباشر هي دارة صحة ذيقة، كون الأمر يخص دارة صحة ذيقة بحسب أعضاء رئيس لجنة الصحة البيئية ونائب رئيس لجنة الصحة البيئية وكذلك بعض الأطباء اللي التقينا بهم، أنه سبب هذا الإهمال وسبب هاي المشكلة كلها هو العجز المالي دارة الصحة الذقاء اللي يتحملها مدير الصحة الذقاء. نعم. عجز مالي يوصل إلى 40 مليار أو 45 مليار بحسب مجلس محافظة. نعم، يعني واضح من احنا من خلال متابعتنا الماضية مع أحد أعضاء مجلس المحافظة ذكر هذا الرقم. احنا نشكرك مراسل أهل المدينة في الناصرية مصطفى عادل لتوضيح تفاصيل أكثر. الموضوع متشابك، الموضوع ليس وليد الليلة، وأنا ما صار له فترة طويلة، احنا يعني كنا قد تابعناه قبل ما تتأزم القضية وحكينا ونادينا وقلنا يا ريت يكون هناك حل للمواضيع قبل أن تتشابك مثل ما هسه احنا شفنا، أنه يعني قاعد تضطر صحة ذيقار أنه تحاول تحل المشكلة لكن هي تتعقد للأسف لعدم يعني يصيروا واضحين. اكو استجواب صار لاكثر من اسبوعين ينتظر، اكمل الاستجواب، اللي ما عنده شيء ليش خايف يجي ويقعد ويحكي وينطي وثائق اللي عنده وينطي الدلائل اللي عنده، وايضا مجلس المحافظه يطرح اللي عنده، وبالتالي انه الناس شنو ذنبها؟ يعني هسه حاليا المرضى الموجودين في المستشفيات في ذيقار والناس اللي تتمرض كيف تروح في مكان هو موبوء وكله امراض؟ حاليا يعني نشكر احنا الممرضين ونشكر موظفي الاستعلامات اللي يقومون هم بجهد تطوعي لتنظيف المستشفى. زين طيب والايام التاليه يعني احنا ليش دائما ترقيعيه حلولنا؟ المفروض يكون هناك متابعه، نتمنى من وزيره الصحه بما ان هي تعنت راحت للناصريه من اجل افتتاح مكان معين، المفروض انه هسه حاليا اكو مشكله كبيره، تروح الى دائره صحه ذيقار او تستدعي مدير دائره صحه ذيقار وبعض الرؤساء هناك وتشوف شنو المشكله، ليش اكو هناك قرارات يعني قرارات فرديه، شنو 90,000 من دون، يعني لو كل العراق هم بيها وجهه نظر من الممكن ان نقول هذا قرار شامل، لكن هي فقط الناصريه. طيب بما انه هو صار اعتراض الاجور اليوميه على العماله الاجنبيه اللي تعطونهم بين 300 400 دولار، فرق كبير ما بين 90,000، قلتوا راح نسرحهم حتى احنا الفلوس ننطيها، هذه المبالغ الكبيره ننطيها الى الاجور اليوميه، لكن انتم ما سويتوا هذه القضيه، وهذه رابع مره يتظاهرون والتظاهره تحولت الى اعتصام. يعني احنا ما نريد نوصل الى هذه الامور، لكن انتم اضطريتوا الناس انه يوصلون الى مرحله الاعتصام. موضوع مثل ما قلنا متشابك، ولحد الان ما قادره مجلس المحافظه لحد الان ما متفقين على انه كيف يجيبون مدير الصحه ويتم استجوابه ويتم اذا كان هو مقصر والعجز المالي هو سببه اللي هو ما بين 40 الى 45 مليار، يتم محاسبته ويروح يجي غيره يمشي الامور. والناس باقي يعني احنا واحد مخرب كل امورنا، ما معقوله احنا نوصل الى هذه المرحله، امور غريبه والله في هذا البلد. نتمنى من وزاره الصحه تتدخل طالما انه مجلس المحافظه ما قادر يدبر الموضوع ودائره الصحه ما بيدها شيء، على لا المدير قادر يحل القضيه لوحده ولا قادره مجلس المحافظه، فاحنا ندعو وزاره الصحه للتدخل السريع لحل مشكله الناصريه، لان الناس ما تنتظر، وايضا اصحاب الاجور اليوميه شنو ذنبهم 90,000؟ لكن اكو قضيه اهم، الناس المرضى الصحه الوضع الماساوي الموجود في مستشفيات الناصريه، ما نريد تصير مشكله او يصير فد وباء او يصير فد امراض، احنا ما ناقصين، اعتقد انه الوضع يعني اللي احنا بينا يكفينا، يكفينا وزايد علينا، اي امور ثانيه احنا ما ناقصينها وما محتاجين ان تجي لبلدنا. رح نبقى متابعين القضية ونتمنى نسمع رد من وزارة الصحة في يعني التدخل لحل الموضوع بأسرع وقت ممكن، لأنه هو فعلا لا يحتمل التأجيل. طيب نروح إلى موضوع آخر وأيضا ضمن أخبار أهل المدينة. اليوم في كركوك أكو يعني الناس بدأت توصل مرحلة الملل، تصبر مرة مرتين ثلاثة، لكن هو يعني موضوع التقشف أصبح شماعة، صدق كذب ما حد يدري، يعني اي مدير اي دائره اي شركه مباشره هي من يمها تتبنى موضوع تقول لك يلا خلي انا هم ايضا امشي موضوع التقشف. ما اعرف هل هي يجي لها يعني خبر، يجي لها توصيه يعني من 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 وزاراتها التابعه لها، يعني هذه الشركات او هذه المعامل، او هي تتبنى القضيه، هي ضايعه. في كركوك اليوم كان هناك ايضا تظاهره لمنتسبي شركه حمورابي، طلعوهم تقاعد اجباري، احنا سبق انه اكو ايضا احدى الشركات ايضا جالها هذا القرار شملهم هذا الموضوع، اليوم شركه حمورابي او المنتسبين.
الموضوع شنو بي انه هو موضوع التقاعد اكيد راح يقل، يعني راتبهم التقاعدي اقل هو من الراتب الحقيقي، فالناس تقول لك شلون احنا راح نضيع احنا وعوائلنا، مفاجاه كبيره لهم. الطامه الكبرى الموجود انه المدير ما يحكي وياهم، يوقعهم على تعهد او خلص، يعني كانه ما انت بعد ما احتاجك انا. اكو فد شيء اسمه انه واحد لازم احنا نحترم بعضنا، يعني انت مدير وهذول موظفينك عايشين اكثر، يعني اكثر من 20 25 سنه وياك، المفروض انه الكلمه الطيبه صدقه. انت تجي وتتوقعهم خلص هذا هو امر، يعني على تقشف شو اسوي لكم، روحوا ما ترهم. فالناس اللي هم طلعوا تظاهره يوصلون صوتهم، نتمنى اللي هم تابعين لوزاره الاعمار والاسكان، نتمنى من الوزير متابعه الموضوع، الناس ما لها ذنب بالتقشف. اذا كان هناك حرامي كبير في البلد او حراميه كبار في البلد، نتمنى يتم محاسبتهم واخذ الاموال من عندهم حتى نمشي احنا امورنا. الموظفين والناس والمواطنين لا يدفعون ثمن فساد ناس للأسف سووها وراحوا. نتمنى أن يكون هناك متابعة للقضية لأنه موضوع مهم، وناس تعتمد على هذه الرواتب في معيشتها. نتابع ونشوف، وإن شاء الله نسمع الرد بأقرب فرصة ممكنة لحل هذه المأساة الحقيقية. هاي اهم شيء، هاي اهم شيء، باقي لنا 10 سنوات ليطلعنا. والله سبب المظاهره مالتكم اليوم، انتم شركه حمرابي طالعين مظاهره وطالبون بالغاء هذا القرار، شنو هذا القرار ويمتى ومنو صدر هذا القرار؟ بداية نرحب بكم، أهلا وسهلا قناة الشرقية. مظاهرتنا سببها التقاعد الإجباري. موظفين عنده 35 سنة، موظفين عنده 15 سنة و16 سنة أحالوا للتقاعد إجباري. ليش؟ السبب؟ السبب مدير إدارة ومدير، مديرنا يعرف، إحنا ما نعرف شنو السبب. المدير بكركوك؟ المدير بكركوك؟ مدير مالته أول مرة السبب، والثاني شيء مدير إدارة بغداد، مدير آلية بغداد، مدير عام بغداد. مدير عام بغداد الشركة، حسك أكمل أكمل بلا زحمة؟ طيب، يعني هذه مناسبة، يعني أنتم اليوم ذاكرين مناسبة عيد العمال، هذه هدية. نشكر، هاي هديتنا، نشكر على سيد الوزير. نشكر سيد الوزير على هاي الهدية الغالية، إهداء للعمال والموظفين. احنا شنو ذنبنا؟ كلنا صاحب زهر، راتبنا مو هالقد. انا راتبي 370,000. حالي لتقاعد شلون اعيش؟ نفس الشيء، انا هم واحده من المنتسبات كزوج وزوجه موجودين بهاي الدائره، طبعا احالونا اثنيناتنا على التقاعد، احنا ثلاث عوائل نفس الشيء، طبعا هذا من طلعنا ما قال يابا هذول ايش يصرفون على جهالهم؟ شلون ينطون الايجارات مالتهم؟ هسه انا واحده من الناس ما انطي ايجار، بس جهالي 150,000 انطي ايجار السياره، زين انا وزوجي طلعني، وفوق هاي اجباري مطلعنا تقاعد يقول ما عندنا سيوله نعطيكم بدل الاجازات، اكو هيك قانون باي دوله؟ موظفه 28 سنه عندي خدمه يقول لي من الطلعين اكتبي هذا التعهد، قول يابا اذا صار عندكم سيوله انطونا، اذا ما عندكم ما يخالف احنا نتنازل عن حقنا. ليش اتنازل عن حقي؟ عفوا، اكو قانون بين سن بين اكو تقاعد اجباري؟ ماكو، هو اصلا الكتاب اجانا الترهل الوظيفي، كتاب منين؟ من الشركه، طبعا ما شوفونا الكتاب، ختلاوي المدير ويا الاداره اتفقوا بيناتهم، كتبوا الاسامي، رفعوا البغداد سكتاوي. هاي نظامنا الحكومي يجي خايف. المدير من اول يوم هاي 14 سنه هو بوحده إذا ياخذ راتب، كل القوانين يشملها إله مو إلنا، إحنا كعبد يمه. صبح يجي بالسيارة يدخل بنزين، صرف البنزين، أي شيء يريد يتصرف. لحد الآن ما حد يقول له أنت شنو، شلون مدير. الحل حل حل يداري الحديقة ما يداري موظفين، تنكر ما يجي للحديقة، ورود يداري هذولا ما يداري موظفين. 28 سنه خدمه عندي انا. الله يسعدك عيني حبيبي، اشكر على قناه الشرقيه. استاذ انا عندي 30 سنه خدمه، باقي ليش الدمع هذا؟ بس انا قاعد عندي اربع جهار. شوف
نعم. ومهندسين ما يشملهم، اي مهندس بالدائره ما مشمول استاذ. ها اي ملاحظ فني ما مشمول، الناس الناس الفقراء وعاني باقيين 8 سنوات، واستاذ عمر من بغداد زاي قال لو انا اقول لكم انا غير محافظ على كل شغل، قل لي احنا نقبل. ها مدير منا مسوينا فايز جماعته كلها ظامه هنا بالتلفونات كلها مسحوا، ديوانيه عندنا مشروع ما يشمل، بغداد ما يشمل، واستاذ بس كركوك ها يظلم علي، انا ايجار مالي 300 الف، عندي 4 زهر، انا وحيد العائله ما عندي ولا اب ولا اخ، كل دائره يعرفني، هالجماعه الموظفين كلهم يساعدوني، انا حالتي فقير استاذ. انت يعني المفروض بعد 8 سنوات تطلع تقاعد. بعد 3 سنوات، مدير منها مسويني فايز استاذ، بس كركوك يشمل، اي محافظه ما يشمل، الكتاب مو من الوزاره استاذ. كتاب من تابعين يا وزاره؟ احنا تابعين وزاره الاسكان والاعمار، استاذ كتاب بين المدير والمدير العام، منو جماعه؟ ليش المهندسين ما يشملهم؟ بس احنا ناس الفقراء السواق والفيتري العمال هذول البنات يقول المهندس ما مشمول، الملاحظ الفني ما مشمول، الناس الفقراء بس استاذ، استاذ هذا الظلم الله ما يقبل، يعني النظام الباقي ما مسوي هالشغلات. أنا مدير معاون مدير إدارة مخازن 135 ليش يفصلون؟ يقول له رواتبنا قليلة 135 موظف موظف إيه تقاعد يطلع إجباري لو إذا مو تقاعد ننقلها للجنوب، ليش يعني يابا؟ ليش يعني شو مسوين؟ شو مسوين؟ خلي شنو الحجة؟ شنو الحجة؟ على أساس شو اسمه لتري السيولة، السيولة راتب ماكو للمهندسين للحشد الشعبي، شوف بيشمرقة يدافع على الكركوك لحد الان ما قطعوا راتبنا، ننطي تبرعات لهم، ليش لبغداد؟ ليش يعني يابا؟ لا يعني ليش؟ على اي اساس؟ مهندسين عندنا والله العظيم ما يداومون، لحد الان ما يداومون ولا شملهم، بس فت مهندسه ما شملها لانه كلهم كان يداوم. شو تطالبون اليوم؟ نطالب حقوقنا. لو نرجع لحقوقنا تقاعد يوزعنا على الوزارة، خلي وزع رواتبنا قليل تطلع اذا نطلع تقاعد، يعني السيول ما يشملها، ليش يعني ما نعرف. احنا بالنسبه لجماعه الوقود 10 نفرات هنا، وصار لنا كل واحد 15 سنه وازيد، واني خريج اعداديه، بالنسبه لي خريج اعداديه، وهاي كتابنا تاريخ مباشر مال 8/3/2000 متعينين بهالدائره، 8/3/2000 لحد الان، 8/3/2000 امر اداري، يعني صار لي هنا فوق 15 سنة. زين. عقد. وعقد وخريج إعدادية وراتبي 250 ألف. وهسه طلعوكم على تقاعد وأنت مو تقاعد. قالوا اقعدوا بالبيت، هي اقعدوا بالبيت، احنا ندز وراكم، زين من يقعد يدزون ورانا؟ هاي واحد. أنا كتاب مالي مال تعيينات العام طلع لي تعيين مالي من أستاذ محمد صاحب درازي وزير الإسكان والتعمير. حسب تثبيتك على الملاك الدائم. على تثبيت ملاك الدائم، نعم، العام 21/1/2014. راجعتهم الدائره، راجعت الدائره اعمار هندسيه بغداد، قالوا لي تعال بعد الموازنه، هاي حكي العام. موازنه ما انقرض 2014، راجعتهم ب 2015، موازنه 2015 هاي السنه. واليوم فكوكم من اسمح لي بعد ما خلص الحكي عفوا، 2015 انا راجعت الموازنه مال 2015 بغداد، قلت لهم يابا سالفتنا شو صار؟ هاي بالاسم جاي اسمي، هاي اسمي شو اسمه، احنا 15 واحد من مجموعه شركات العراق. الوحيد أنا شركة حمراء من كركوك. قلت لهم زين هسه موازنة انقرض، خلينا نخاطب الوزير الجديد على مودكم. زين وزير كرساي يتبدل أنا يا مالتي، إذا وزير كرساي يتبدل أنا شنو ذنبي؟ صعب إنه واحد يكون يعني رجل كبير في السن وتلزم العبر ويريد يبكي، صعب والله، أصعب موقف يمر به الإنسان إنه هو ما يتمالك أعصابه، معناتها وين واصلة به المرحلة؟ ناس تيد تعيش حياتها بشكل آمن، الناس بطلت حتى حقوقها البسيطة ما تريدها، تريد تعيش بأمان، عندها راتب تعيش أهلها أطفالها ويعيشون حالهم حال يعني الناس البسطاء، ما تريد تعيش حال الأغنياء. وصعب جدا ان هم يحكون على مديرهم بهذه الطريقه، احنا نعتب عليه حقيقه، لان المفروض يكون هسه وياهم، مهما يكون انت تكون وياهم مو عليهم، تحكي وياهم حتى لو كنت مقتنعا بالقرار، المفروض تطلع تواسيهم، هذول وياك خدمه وياك. ونتمنى احنا من وزاره الاعمار والاسكان، يعني احنا مو معناتها انه شخص هذا البلد غريب،
يعني احنا سعدنا مسؤولين كبار لا يحاسبون، والناس كلها تعرف انه هذا الشخص هو سرق البلد يعني اموال رهيبه، لكن ما حد يحكي وياه، ولا زالوا هم ماسكين مناصب رفيعه وكبيره في هذا البلد. والمواطن لازم والموظف لازم هو اللي يدفع الثمن. طيب شلون؟ وبعدين احنا بالوقت اللي لازم احنا نشجع الناس انه يبقون في بلدهم رغم كل الظروف الامنيه والاقتصاديه والمعيشيه الصعبه، نريد نحاول نشجعهم انه يبقون متمسكين بارضهم، بالوقت نفسه احنا جاي نحاربهم. يعني الحل شنو؟ بنريدهم هم متونسين وفرحانين ومرتاحين ويقولون انه البلد سعيد واحنا سعداء، لا قشور على نفسنا. المفروض انه احنا نكون حاليا امام ازمه صعبه، مشاكل كبيره، ازمه حقيقيه. المفروض هسه نحتضن نحتوي المشكله بانه احنا ما نزيد مشاكل الناس. المفروض الاشياء اللي نقدر نوفرها لها نوفرها، نحاول حتى لو انه يعني يطلع الوزير يقول اكو هالشك القضيه شو نسوي شنو الحل، حتى لو تخدعهم بالكلام الطيب، مو انه تكون خلاص اكو قرار والقرار المشكله. هسه نشوف بالناصريه اكو مشكله شكل ولون، كركوك هسه اجينا شفنا لهم قرار شكل، وكانما انه يختارون كل محافظه خلي احنا نسلط عليهم فد وزير معين او فد شغله معينه، ناس صحه وناس وزاره اعمار وناس تربيه وهكذا. احنا يعني مثلا الموصل ما جاي ينطونهم المعلمين والمدرسين رواتبهم فعندهم مشكله معينه وحاليا محتارين بعيشتهم، وهكذا احنا نشوفها مقسمينها وكانما انه لازم اكو كل مدينه اكو لازم بها ضيم مقهر. الموضوع مهم جدا وما ينسكت عنه. وموضوع التقاعد هو اصلا رواتب المتقاعدين المفروض يكون بها هناك تعديل، هو بها القانون اصلا احنا طرحناه قبل فتره بأخطاء كثيرة وبغبن كبير لكثير من الناس، انتم بعدكم ما معدلين، فخلص خلينا نسوي احنا تقاعد حتى نرتاح منه، نجيب غيره اجور يومية او خلص نغلق هذه الشركة وهكذا. ما تمشي الحياة هالشكل، احنا شوية شوية راح ننحدر نحو الأسوأ دون تفكير. احنا قاعد همنا هسه حاليا انه شلون نوفر كم فلس تحطه بالجوب طبعا الفاسدين. نرجع مرة أخرى نفس الدائرة، ما سوينا شيء، لأن لحد الآن احنا نشوف الفاسدين مو ما نقول المسؤولين كلهم، لكن الفاسدين الكبار بعدهم موجودين ويصرفون وياخذون رواتب، وهذا موضوع يحتاج الى فعلا اكو ناس مخلصين يعني فعلا يحبون هذا الوطن ويحرصون على الدفاع عنه والدفاع عن الناس، والناس تعبت يعني، واحنا ايضا تعبنا من قد ما نحكي بالقضيه وهي قضايا المفروض انه هي محلوله ومنتهي الموضوع. طيب احنا عندنا مناشده لشاب مفقود وامه يعني تسال عنه، احنا خليه نشوف الصورة أمامكم ونشوف المناشدة أمامكم. تقول ممكن تساعدوني، ابني خرج من البيت صار له 26 يوم ما أدري وين راح، دورت بكل مكان يروح له، ماكو زوجي متوفي، ساعدوني أرجوكم ولكم الأجر، ما عندي غير الله وأنتو. اسمه محمد عادل محمد، عمره 15 أو 16 سنة، سكن ديالة، إجا من المدرسة طلع العصر دورنا عليه، ماكو كل أصدقاء اللي نعرفهم مدرسته وكل الأقارب ماكو أي خبر منه، صار له أكثر من شهر واني ارمله وما عندي غير الله. يعني نصحوني يعني لان باعتبار انه احنا كثير من الناس المفقوده اللي تظهر على برنامج اهل المدينه يتم ايجادهم بعد ايام. تقول احنا ما نعرف وين بيه هسه، في اربيل، السليمانيه، بغداد، احد مقشمره يعني، والغريب بالموضوع انه هو تارك تليفونه بالبيت، فخلي يكون خرج بارادته. احنا خلينا نشوف صورته، هذه هي صوره الشاب محمد عادل، هذه هي صورته. طيب محمد عادل، اذا كنت خرجت بارادتك نتمنى يعني امك حاليا تناشد الخيرين، تناشدك اذا يعني ارجع للبيت، لان هي يعني هي ما عندها، انت ابوك متوفي وهي حاليا في وضع ماساوي، وانت عمرك 16 سنه، مواليد 99 حسب ما مذكور ببقيه الرساله. نتمنى اذا انت كنت طالع من البيت على الاقل تنطيها خبر يعني اين انت، مو وقتها. نتمنى من شبابنا يعني إذا كان هو خرج من البيت بإرادته، وإذا كان هو في مكان معين، أي شخص عنده معلومات، أي شخص عنده أي خبر، أي معلومة، أي تفاصيل عن القضية، يتمنى يتواصل ويانا ونوصلها إلى الوالدة، لأنه في حالة يعني صعبة وصلها فترة تناشدنا. نتمنى أنه يعني يسمع النداء، أو أهله أو أقاربه أو أحد أصدقائه في أي محافظة يتواصل ويانا، حتى إحنا يعني إن شاء الله يرجع إلى أهله، وإذا يسمعنا يعني إن شاء الله يرجع إلى أهله وإلى والدته. طيب نروح إلى فقرة عيون المدينة. يوم أمس حكينا ضمن أخبار أهل المدينة أنه هناك عاصفة كبيرة، يمكن إحنا كنا تأثرنا بها حقيقة، أغلب المدن العراقية
تأثرت بالعاصفة الترابية والأمطار، لكن العاصفة الترابية اللي احنا نقول كل سنة تمر علينا. أنا حكيت حكاية حقيقة، وبعد يعني هذا المقطع كنت أتصور شيء ويعني وانتبهت على شيء ثاني. كنت أتصور أنه التراب هو رحمة للنازحين باعتباره يحجب الشمس عن النازحين والأطفال والنساء اللي يعيشون بالمخيمات، وإذا به التراب يعني للأسف أضاف مأساة جديدة للنازحين. هذه أول عاصفة ترابية لكنها مو الأخيرة، لأن احنا نعرف في الصيف بين يوم وترك احنا تجتاح البلد عواصف ترابية في المدن اللي هي بيها يعني بيها يمكن أشجار بيها، لكن بالمخيمات صحراء. يعني العاصفة الترابية هناك حقا هي مأساة. نشوف احنا هسه شنو اللي صار في احدى المخيمات بعد اجتياح العاصفة الترابية. معاناة، يعني شوفوا المعاناة هي يعني باختصار. أنا أتمنى المسؤولين يشوفون، يعني لازم نحل الموضوع. موضوع النازحين فعلا مسؤولية كبيرة، كل المواضيع بكفة من الممكن أن تحل، لكن موضوع النازحين يعني مع موضوع الصيف الناس جاي تموت من الحر. بس حاليا شوفوا كم طفل راح يكون هو مصاب بالربو إذا قدر أن ينجو. ما نعرف هسه احنا شنو أخبارهم بعد هذه العاصفة الترابية. ناس تستغيث ما تعرف وين تروح، لأن هم في خيمة. يعني احنا بالمنازل، تخيلوا الموضوع. هسه أنا أعتقد الكثير من العراقيين، يعني أتمنى المسؤولين، احنا العراقيين حاسين بالقضية ونتألم كثيرا، وأكيد اللي يشوفها يبكي كثيرا. المسؤولين خلي يشوفون، العايشين في قصور في بيوتهم العاجية خلي يشوفون، ناس بخيمة وين يروحون؟ هسه حاليا هم يعني هسه امامكم ما تشوفون شيء، تراب وعاصفه وناس تدخل بالخيمه تطلع من الخيمه، وين تروح؟ واحد ما يشوف الثاني. مأساة لا قبلها ولا بعدها، وما صارت ولن تحدث في اي بلد. لو صار في غير بلد والله العظيم يمكن بلدان باكملها تنهار، مو بلد نفس البلد. واحنا لحد الان سياسيين ومسؤولين لحد الان هناك متعجرفين ومتمسكين بفتاويهم بكلامهم وتعصبهم، وكل واحد يريد يعني يقطع الكيكة من الجانب اللي يعجبه. كافي، خلينا نتوحد، خلينا نعبر هذه الأزمة. اللي يقدر يساعد النازحين خلي يساعدهم، لأنه هذا وضع ما ينسكت عنه. عبر الشتاء بكل آلامه ومأساته ومعاناته، حالياً إجانا إحنا شيء أكبر، يعني من توصل درجة الحرارة 50 وفوقها عواصف ترابية. لا، موضوع صعب جدا، موضوع يعني فعلا مؤلم، ويحتاج إلى وقفة جادة، تحرك سريع من قبل المسؤولين. طيب، نبقى بفقرة عيون المدينة، ويبدو أن موضوع يعني الأجور اليومية وعمال النظافة وصل إلى ديالة صار لهم 4 أيام. عمال النظافة عندهم إضراب لأنه منطوهم رواتبهم، وحاليا وصلت لنا رساله لتراكم النفايات في احدى المناطق اللي تعتبر هي يعني مركز مدينه، دياله، قضاء بعقوبه، حي التحرير، دور الضباط، مديريه بلديه بعقوبه، قامت بتسريح موظفيها العاملين بعد ان اعتصموا وقالوا بعد ما نريدكم، ايش بكل سهوله مثل ما صار في البصره. ويعني هذا حالهم، هذا وضعهم حاليا، تراكم النفايات في المدينه. يعني حتى يوم امس مجموعه من الشباب
نشروا بيناتهم مقاطع فيديو انه خلينا احنا نلم النفايات خلينا، فهسه اتفقوا على انه في يوم من الايام، تعرفون هسه امتحاناتهم ايضا للطلبه بالجامعه، هي ديالة اصلا هم وضعها الامني مرتبك، طلبه الثالث اعدادي، طلبه المراحل الغير منتهيه، بدوا امتحانات، رغم هذا اتفقوا بيناتهم انه هم يطلعون ينظفون يعني مدنهم، اتفقوا على مكان معين ويروحون ينظفون المدينه. طيب واحنا شلون والتالي يعني والتالي وضع يعني من سيء الى اسوء للاسف، وهذا حقيقه وواقع متشائم، لكن هذا واقعنا. يعني يوميا احنا عندنا تضاف مدينه الى المدن الاخرى بالمعاناه والمشاكل. نتمنى انه احنا يعني ما ادري منو المسؤول، دائره البلديه، ما اعرف يعني في دياله، في المركز، متابعه الموضوع. على العموم احنا نتمنى انه توصل شكاوى الناس ويتم حلها يعني، وبس احنا نطرحها، وانما نتمنى المتابعه من الجهات المسؤوله والمعنيه حتى يتم حل المشاكل، خوفا من ان تتراكم وبعد تتعقد وما نقدر نحل كل هذه المشاكل. هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام. في امان الله.